قاتل روب ديزاين، يعني الموضوع مالته روب هو يعني حبل يعني موجود. فالتعريف مالت the rope drive are widely used where the large amount of power is to be transmitted. من نحتاج ننقل في الطاقة كلش عالية فنضطر نستخدم الروب بالتصميم، من ننقلها from one pulley to another over the considerable distance، عندما تكون يعني فد مسافة معقولة. دائما يعني الروب حبالة تكون في الشكل هذا، يعني الأجزاء مالته تكون من واير كلش صغير، هذا الواير والستراند، الستراند هي مجموعة وايرات يعني ملفوفة بشكل معين حولها، والكور هو القلب مالته، فيكون في الشكل هذا. شوف أي حبال يعني شيش مال حديد أو أي شيء فيكون في الشكل مالته، يعني من ثلاث أجزاء رئيسية، يعني الستراند هي مجموعة يعني وايرز، والواير روب يعني مجموعة وايرات هاي صغيرونة يكون في قطر معين من 6 إلى 7 حسب التصميم مالتها، ويكون دوران مالت الروتيشن حول جزء معين يعني هو القلب أو الكور يصير عليه حسب التصميم مالته. فهذا الشكل مال الحبال. The rope drive use the following two type of rope. عندنا نوعين، أما استخدم الفايبر روب، عندنا النوع الثاني الواير روب. احنا ناخذ بالتصميم الواير روب، هو تقريبا يعني مشابه من ناحية التصميم لكن اكو اختلافات بيناتهم، فاحنا ناخذ شلون نصمم الواير روبس باعتبار استخداماته ازيد، التطبيقات مالته بالحياة الصناعية ازيد من الفايبر. The fiber rope operator successfully when the pulley are about 16 متر apart. عندما تكون مسافة يعني طول الجزء بين البولي وبولي 60 متر يستخدمون الفايبر، بينما الواير روب يعني يستخدم عندما تكون أزيد بحدود 150 متر، يعني مسافات أزيد من عنده. الواير روب when large amount of power is to be transmitted over long distance، نحتاج لنقل الطاقة لمسافات بعيدة from one pulley to another، then wire rope are used. في الحالة راح نستخدم ال wire ropes. The wire rope are widely used in the elevator, mine, hoist, a crane, convey, altering device and suspension bridge. يعني استخدامات مالته اما بالمصاعد او بالالغام او بالكرين، يعني مصاعد او كونفي نقل الطاقة، و يعني أجهزة السحب والسسبنشن فردج، يعني شلون الجسور المعلقة يستخدم بها مواتها الحبال. فال يعني التطبيقات مادة. The wire rope are made from cold drawn wire and order half increase in strength and durability. يعني يصنع من مادة يعني material بحيث يكون strength مالتها كلش عالي والمتانة هم مالتها عالية. The wires material use، وهناك أنواع تستخدم بالتصنيع الواير روب، يعني مثل الايرون الحديد الكاست ستيل الستيل والعدن الالوي ستيل يعني سبايك الستيل فور سيرتن بيربس لاغراض يعني مختلفة واغراض اخرى. The wire rope may be also made of copper, bronze, aluminium, alloy and stainless steel. يعني استخدامات خاصة، بعضها يستخدمون النحاس والبرونز والالمنيوم والستينلس ستيل، هاي استخدامات الخاصة. شنو الادفانتج مال الواير روب يعني من نقارنة ببقية الأجزاء؟ The wire rope have the following advantage. There are lighter in weight، يكون وزن مالته خفيف مقارنة يقسمون قد يعني كيلوغرام بير متر، من ياخذون النسبة يشوفون انه مالته خفيف. This over silent operation، عملية يعني التشغيل مالته كلش هدوء. This can withstand shock load، يقدر يقاوم لنا اللود حالة انه شوك لود. There are more reliable، يكون ازيد بمرونة. There are more durable، ازيد متانة. Did not fail
صدقني ما يصير بيه فشل بصورة مفاجئة، وإنما يكون تدريجي مالت الفشل. The efficiency is high، الكفاءة مالته عالية. The cost is low، الكلفة هي قليلة. هاي حقيقة هي يعني الفوائد من يقارنها بالأنواع الأخرى من الواير روب، سواء كان وير فايبر أو البيرت. ال construction of wire rope، يعني شلون التركيب مالته. The wire rope are made from wires grid of steel wire having the tensile strength range from 1200 to 2400 ميجا باسكال، يعني يستخدم من معادن على شكل مجاميع، وتكون هذا يمشي ال tensile strength، تكون قيمة مالته من 1200 إلى 2400 ميجا باسكال as shown in the table. هذا من خلال هذا الجدول نشوف هنا المجاميع مال واير روب، يعني عندنا هنا يعني من 120 ميجا باسكال قيمة التنسايل، فياخذ من اول رقم 120 معناها 120، 140 معناها 100، معناها يعني 1400، 160، 1600، وهكذا 180، 1800. وهذا الجريد يعني المجاميع يتقسم الى مجاميع بحيث من خلاله يعرفون ايش قد المقدار التنساير سترين ضمن يا مجموعه. The wire rope are first given special heat treatment and then cold draw in order to have high strength and durability of the rope. يعني عملية التشكيل مالته والتصنيع هو بالتشكيل على البارد، بعد ما سي عمليات هيت تريتمنت عليه حتى نحصل سترينث والمتانة عالية. يعني هاي المراحل مال التشكيل الواير روب، يعني تصنيع مالته. The steel wire rope are manufactured by the special machine، ويصنع ب يعني مكان خاصة. First of all the number of wire such as، يعني يكون عدد الوايرات الموجودة هي 7 و19 37 are twisted انتو ستراند، بيكون يعني ملتف او دائرة حول جزء يسمونه الستراند، مجموعة من الوايرات. And then the number of ستراند، يعني عدد الستراند الموجود من 6 الى 8 are twisted about core or center of from the rope as shown in the figure below. هاي يعني عملية التصنيع مالته والتشكيل، يعني الواير روب يصنع من واير يكون عدد مالته اما 7 او 19 او 37، لان الوايرات يكون على شكل مجاميع. هذه المجاميع يسميها الستراند. الستراند بعدها يصير روتيشن حول جزء معين، حول كور معين، حول السنتر، بالنتيجة نحصل على المقدار، يعني ايش قد الواير. هاي عملية تشكيل مالته وتصنيعه بالشكل مالته. فيكون هاي الاشكال مالته، يعني اما قلنا 6 في 7 أو 6 في 19 أو 6 في 37. السبعة تمثلنا عدد الوايرات، يعني ها 7 لنحسبهن، هاي 7 7، والستة هي عدد المجاميع، يعني 1 2 3 4 5 6، هاي المجاميع. في البداية تطيق عدد المجاميع هي الستراند، والسبعة تمثلنا عدد الوايرات بالهذا، وهذا القلب يسمونه الكور مالته قلب. فهنا عندنا ست مجاميع، لكن كل مجموعة بها 19 واير، هاي 19. هنا 6 مجاميع كل مجموعة بها 37 واير، فهاي التصنيفات مالتها. هسه عندنا ال classification of wire، يعني شنو التصنيفات مالته او هذا، يعني according to the direction of twist، يعني عملية التصنيف مالته طبقا للاتجاه هذا التويست، يعني يصير ميلان او روتيشن. individual wire and that of the strand relative to each other، من خلال العلاقة بين الواير والسترند من ناحية بها اتجاه صار عملية الروتيشن. The wire rope may be classified as flow، يكون تصنيفات مرتبة في الشكل، أما يكون cross or regular lay rope، يعني في الشكل هذا يكون أما من ناحية يعني التقاطع مرتب، أما من ناحية اليمين أو يعني right handle أو left، يعني مالت الروتيشن ويا الجزء هذا، اكو هذا الجزء ده يتقاطع من ناحية اليمين، او هذا الجزء ده يتقاطع وياه من ناحية اليسار. هنا او parallel or long lay يكون صورة موازية، هم يكون عندنا باتجاه اليمين او باتجاه اليسار،
يعني هالتصنيفات مالت، او بحاله الحاله الثالثه كومبوزيت او ريفرسال، يعني ما يكون مركب او معكوس، يعني جزئين، يعني تشوف هذا هنا كومبوزيت او ريفرسال معكوس، ان حالتين. هاي التصنيفات مالته يعتمد على الاتجاه، الدوران او التويست، الواير روب والستراند. الديزاينيشن اوف واير روب يعني شلون نميزه او نعين الواير روب، يعني التصنيفات مالته. فذا واير روب ار ديزايند باي ذا نمبر اوف ذا ستراند، يعني يرمز او يعين بواسطه اول شيء يقول نمبر اوف ستراند اند نمبر اوف واير، عدد الوايرات. In the each strand, في كل strand. For example, على سبيل المثال, wire rope have six strand, يعني عدد ال strand مالته ستة, and seven wire rope, عدد ال wireات سبعة in each strand. فيك تقول ستة في سبعة. فيكتب ستة في سبعة معناه ستة تمثلنا strand وسبعة تمثلنا عدد الوايرات. The following table show the standard design of the rope and their application. هنا بين الستاندر يعني التصنيفات مالتها والاستخدامات مال الواير روب. فهم هي بصورة عامة هاي التقسيمات مالتها 6 في 7 او 6 في 19 او 6 في 37 او 8 في 19. قلنا 8 تمثلنا الستراند وال 19 تمثلنا الواير، يعني واير روب الواير. هاي التصنيفات مالتنا كل واحدة الابلكيشن. فتم يجيك اي سؤال او اي شيء يعطيك فد تطبيق للابلكيشن، وين يطبق الابلكيشن؟ يعني هنا بالروب ان ماينز، معناها هذا الروب خاص بالالغام، او هنا باور ترانسميشن او نقل الطاقة، او وول ترنينج يعني هنا مال حفر الابار. فانت شوف التطبيق مالته وعلى ضوء التطبيق راح تختار المجموعة وتصمم عليها في اجراء الحسابات. يعني هنا الابلكيشن هو يحدد لك اياه بالسؤال، فانت على ضوء التحديد مال السؤال تشوف تطبيقات مالته، راح تختار فد ستاندرد ديزاينيشن معين خاص به. الخواص مال واير روب يعني وين تطبيقاته. The following table show the property of wires type of wire rope. In this property the diameter of wire rope is, يعني القطر مال الواير روب. الواير روب هو اساسا يتكون مجموعة وايرات، يعني انت تفهم الواير روب يتكون مجموعة وايرات، يعني مجموعة مو واحد، هذا يكون مالت القطر مالت اكبر من قطر الواير. فاول شيء هنا التيبل 20 6 the steel wire rope for handling purpose in mine، يعني لغرض عملية سحب الالغام. ف تختار مجموعتين هنا خاص ب يعني handling purpose لسحب الالغام حالتين، اما تختار 6 في 7 هاي المجموعه او 6 في 19. اذا اختارت 6 في 7 فتكون الاقطار النومينال دايمتر مالتها، هاي الاقطار مالتها راح تكون ضمنها من 8 الى 35 تتراوح. واذا اختارت 6 في 19 فالنومينال دايمتر راح يتراوح من 13 الى 38، هاي الستاندرد مالته. الافر اذا استخدمت اذا اخذت 6 في 7 تاخذ هذا الافرج ويت حساب الوزن مالته. والتنساير سترينث عندنا حالتين، اما ناخذ على 1800 ميجا باسكال او 1600 ميجا باسكال. هاي تحديدها هو يحددناها بالسؤال، يعني يقول انت تصمم واير روب بعد يكون التنسر سترينث مالته 1800. فانت اذا قال لك يعني حدد لك اياه يعني تستخدم هذا الجزء، ما الا او اذا قال لك 1600 تستخدم هذا الجزء. واذا في حاله ما يحدد انت تختار، يقول انا حصمم واير روب بحيث يكون التنسر سترينث ضمن المجموعه 1800 وتحسبها. الحاله الثانيه هنا ذا واير روب suspension rope and lift elevator and host، يعني انا استخدم بال يعني التعليق والمصاعد والرفع. فاذا حددنا هذه الاستخدامات مالت الروب فاحنا بما انه هذا فتختار عندك مجموعتين، اما 6 في 19 او 8 في 19، وتكون الاقطار مالتها النومينال دايمتر هاي مالتها،
والافريج ويت حدد هنا نعطيك اياه، والتنسر سترينث هذا الرينج مالتهن طبقا للاستخدامات مالته، والاليفيتر والبوست.